حليب غنم مباشر حلبناه هسه طازه وراح نطعم ضيفنا. تفضل اشرب. شكرا شكرا شكرا. اشربوا بالعافيه. كيف طيب؟ خلها تذوق. نعم اعطيني حليب طازج. ضيفنا تذوق هسه انا راح اتذوق. نعم اول مره اتذوق حليب طازج من مباشره من الغنمه طازج. بيجنن عم بيجنن. صحتين وعافيه. صباح الخير. اليوم جولتنا ليست جولة سياحية، اليوم جولة خاصة خصصناها لزيارة الخرفان والأبقار. نحن في أرمينيا، لمحبي الأبقار ولمحبي الماشية هذا الفيديو خاص لكم. تقبلوا تحيات هايك دانيال بوماسيس قرارات السياحة في أرمينيا. وصلنا الآن إلى قطيع آخر من الأغنام. هذا القطيع يختلف عن القطيع اللي قبل قليل كنا قربه وتم حلب الخروف وتذوقنا الحليب الطازج. نصوركم بعض المشاهد. نحن على ارتفاع ما يقارب 3000 أو 2800 متر. سنرتفع الأكثر إلى نوصل ارتفاع 3200 متر حيث توجد بحيرة فوق قمة الجبل على ارتفاع 3200 متر. سلام عليكم. هنا الأخ هو صاحب هذه الأغنام. راح أشوفكم مقاطع عن جد مقاطع أعتقد ما شايفها. لقاء الأغنام مع صغارها. الكبار كانت ترعى مكان ما والصغار ترعى في مكان آخر. السبب لأن كانوا يحلبون الأمهات. الآن بعد نهاية فترة الرعي التقوا الأغنام مع صغارهم. شاهدوا هذا المشهد واكتبوا تعليقاتكم أسفل الفيديو. شوفوا هذا المشهد. هنا الأمهات وهذول الفراخ. شوفوا شلون يتلقوهم التقوا. شوفوا 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 المشهد الرائع.
هذا المشهد الآن اختلط الحابل بالنابل. آسف قصدي الأمهات مع الصغار. ما شاء الله ما شاء الله. بهذا المشهد الأخير اللي شفتوه راح نترك هذه المنطقة ونودع الأخ مراد أبو حسن ونتوجه إلى بحيرة الحجر وثم نعود إلى يرموك. تحياتنا يلا عجب.